واحدة بتقول يأست من حياتي وأريد الانتحار، لقد ارتبطت عاطفيا بإنسان لمدة 12 سنة وصليت كثيرا لتحقيق هذه الأمنية ولكن الله لم يستجب، وارتبط هذا الإنسان بصديقتي ففقدت الثقة. ربنا يا بنتي يبعت لك أحسن منه، وكويس إن هو مشي قبل ما تتخطبه، لأن لو ارتبط عاطفيا بواحدة بعد ما يتجوزك كانت تبقى عذاب ليك. كويس إنها جت من أسر. أما الانتحار ده يعني عايزة تروح الجنة